أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا علينا أن نذكر النبي في أذاننا، في صلواتنا، في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا؟ نصلي عليه ونطلب من الله عز وجل أن يرفع درجاته. لماذا علينا أن نذكر أهل بيت النبي؟ الجواب أن ذلك من باب التولي لأولياء الله والتبري من أعدائهم. قد تقول: لماذا كل ذلك؟ الجواب: لأن الله قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لأن ثمرة الإيمان هو الارتباط بالنبي ومحاولة تقليده في كل صغيرة وكبيرة من الحياة. انظر، حينما تريد أن تزرع شجرة تهتم بالتربة وتهتم بالبذرة وتسقي الشجرة وتتعهدها كل يوم، تهتم بجذورها، تهتم بسيقانها، تهتم بكل ما يرتبط بها، ولكن عينك على الثمرة. إذن الشجرة إنما تهتم بها لأنك تحصل منها على الثمرة. ثمرة الإيمان هو تولي أولياء الله والتبري من أعدائهم. ولذلك فإن الإمام الصادق كان يقول: إلى هاهنا التوحيد. التوحيد لا يعني أن تؤمن برب ما في مكان ما، إنما تؤمن بالرب بصفاته، الرب الذي له هيمنة، الرب الذي له برنامج لك، يريد منك أشياء ويطلب منك قائمتين: قائمة افعل وعليك أن تفعل، وقائمة لا تفعل وعليك أن لا تفعل. فالتولي لأولياء الله عز وجل هو ثمرة الإيمان، وارتباطنا بالحسين هو من باب تولي واحد من أعظم أولياء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.